السلام عليكم، معكم محمد مقاتل من سي بروجرامينج. والنهاردة هنتكلم عن إن شاء الله خريطة أو مسار مجال الويب. دلوقتي الويب زي ما انتم عارفين بقى مجال منتشر أكتر من الأول بكتير، وكمان بقى منتشر في مصر بدرجة كويسة، وبقى فيه تكنولوجيز كتيرة داخلة فيه، وبقى ممكن تعمل ويب بأكتر من طريقة، في طرق كتير جدا. يعني حتى لو انت لسه داخل المجال جديد، أو لو انت في المجال بقالك فترة، او لو انت في المجال من زمان جدا، الفيديو ده ان شاء الله هيفيدك، وهيقولك يعني الطرق اللي موجودة وايه احسن طريق فيهم من وجهة نظر يعني الناس العالية جدا بره. زي ما انتم شايفين كده، كل التكنولوجيز اللي قدامكم دي ممكن تعمل بيها ويب، وكمان في حاجات تانية اكتر، بس يعني خلينا في الحاجات الاساسية دلوقتي. يعني في كمان اكتر من كده بكتير، خلينا نمشي واحدة واحدة ونقسمهم واحدة واحدة، بحيث انك تطلع في الاخر فاهم المسارات ماشية ازاي، وفاهم تخش في انهي مسار، وايه الافضل ليك، وايه الافضل لبلدك، ويعني نشوف في الاخر احسن مسار تقدر توصل. اول حاجة، الويب بيتكون من حاجتين، اللي هو الفرونت اند والباك اند. الفرونت اند اللي هي بتبقى ايه، الواجهة الامامية للمستخدم، والباك اند بيكون اللي هي ما وراء بقى الواجهة الأمامية دي، يعني الحماية أو إرسال واستقبال البيانات للداتابيز، إرسال إيميل كده، الحاجات اللي هي ما وراء الواجهة الأمامية دي. بعد كده بقى تعالى نخش في الإيه، في الفرونت إند واحدة واحدة. أول حاجة في الفرونت إند عندك ال HTML وال CSS وال JavaScript. HTML هي ما تعتبرش لغة برمجة، هي لغة ترميز أساسية لصفحة الويب. يعني ما ينفعش تعمل صفحة ويب من غير ما يبقى عندك صفحة HTML، أو ممكن تكون جافا سكريبت وبتترندر ك HTML، هنفهم برضو الموضوع ده بعدين، ده تبع الفريمورك. بس انت كبداية انت ممكن ب HTML و CSS و جافا سكريبت تعمل فرونت اند كامل، مش محتاج اي حاجة تانية. وبعد كده تدخل معاهم باك اند اللي هي داتابيز او فريم ورك، برضه هنفهم بعدين. بس انت كبدايه محتاج HTML و CSS. CSS اللي هي لغه الترميز، اللي هي بتستخدم لعمل انماط مختلفه. انماط مختلفه يعني ستايل، يعني انت بتعمل ب HTML للصفحه، و CSS بتعمل لها ستايل، اللي هو بقى تضيف لون، تضيف باك جراوند، تغير شكل الصوره وهكذا. الجافا سكريبت بقى هي لغه وهي من أشهر لغات البرمجة في العالم، مخصصة للويب، وليها مجالات كتير جدا، ليها مكتبات كتير، مكتبات بقى يعني شبه الريدوكس، شبه مكتبات يعني كذا مكتبة مبنية على جافا سكريبت، وانت بتستخدم المكتبة دي عشان تعمل بيها حاجة تانية. عندنا بعد كده بقى تاني حاجة اللي هي هتكون الفريم ووركس. الفريم ووركس يعني هو حاليا في السوق اشهر ثلاثة هم الانجلر والرياكت والفيو. الانجلر يعني ايه؟ اولا فريم ورك، فريم ورك يعني انت بتعمل ملف HTML، ملف CSS، ملف جافا سكريبت، تمام. جت الفريم ورك هي حاجة واحدة مثلا بتجمع لك كل الكلام ده وبتضيف عليه الباك اند. يعني انت بيبقى عندك فرونت اند فريم ورك وعندك باك اند فريم ورك، تمام. الفرونت اند فريم ورك انت بتستخدمها كحاجه مجمعه كده مع بعض، بتعمل بيها الفرونت اند على طول من غير بقى ما تكاري ده لوحده ده، لا هي بتنظم لك الدنيا، وكمان بيبقى فيها اوامر وحاجات مبنيه معاها بتساعدك في الويب اكتر بكتير من انك تشتغل عليه ملفات لوحدها. وكمان بيبقى فيه ثيرد بارتي باكجز بتحملها برضو بتساعدك في الويب. الانجلر هو أقدم من هو أقدم واحد فيهم، بعد كده رياكت، بعد كده تقريبا فيو. بس هو أشهر حاجة حاليا هي رياكت، هي المشهورة أكتر بكتير، حتى مشهورة في مصر كتير. الأنجلر كانت مشهورة بس دلوقتي مش قوي، والفيو مشهورة يعني لها شغلها، في ناس بتحتاجها بتستخدمها، يعني هي برضو يعني لها استخدامات مش قوي. هي أشهر حاجة حاليا الرياكت. في بقى حاجة اللي هي النكست. النكست مبنية على الرياكت، تمام، بس مش مشهورة قوي حاليا. بس هي النكست مبنية على الرياكت، النكست
تحسن كل العيوب او معظم العيوب اللي موجوده في الرياكت، لان الرياكت فيها عيوب كتير جدا. لو عايزين بعد كده كورسات رياكت وفيديوهات عن الرياكت واقول لكم عيوبها والفرق بينها وبين النيكست قولولي وبعمل لكم. بس في عيوب كتيره في الرياكت، يعني منها السي او اللي هي سيرش انجن اوبتمايزيشن اللي هو البحث بتاع جوجل. النيكست اوبتمايزد احسن بكتير، لان الرياكت يعني مش عايز اخش في تفاصيل، بس النكست يعني اوبتمايزد اكتر من الرياكت. هو كان مبني على الرياكت، يعني هما بانيينه عشان يحسنوا الرياكت. ممكن لو عايزين شرحات عنهم اكتر بكتير وقولوا لي. نخش بعد كده على الباك اند او الادوات بتاعت الباك اند. الباك اند دايما متقسم لثلاث حاجات: لغه برمجه وداتابيز وفريمورك. خلينا مثلا نشوف اول حاجه اللي هي الفريم ورك اللي موجوده في الباك اند. عندك نت فريم ورك، عندك جانجو، عندك لارافيل، عندك اكسبريس. طيب ايه دول ويعني ايه فريم ورك باك اند؟ فريم ورك باك اند برضو بتبقى يعني هي مش شبه بقى الفرونت شويه قوي، يعني هي بتبقى هي الحاجه اللي بتكود بيها بمعنى اصح. يعني انت الفريم ورك دي بتستخدم مع لغه برمجه وبتستخدم مع الداتابيز، وجواها بقى بتبدأ تجمع كل مع بعض. بمعنى يعني باختصار كده، يعني تعالوا نشوف مثلا، تعالى نبين كله. يعني مثلا عندك بقى هنا الطرق، يعني النت فريم ورك بتحتاج معاها لغة برمجة سي شارب، ممكن تستخدم معاها داتابيز اس كيو ال او ماي اس كيو ال، ممكن تستخدم معاها اي داتابيز يعني، بس هي بفضل يعني اس كيو ال. اهو ده طريق مثلا تاخد انجلر وتاخد نت كباك اند وتاخد سي شارب وهكذا. انت بتاخد الطريق اللي انت عايزه، بتاخد الفرونت اند فريم ورك مع الباكج بتاعت الباك اند اللي هي بتبقى فريم ورك داتابيز ولغه برمجه. تمام، مثلا ديجانجو لغه البرمجه بتاعتها بايثون، كده انت الباك اند بتاعك بايثون، تاخد معاه مثلا اس كيو ال. عندك لارافيل لغه البرمجه بتاعتها بي اتش بي، تاخد مثلا معاها ماي اس كيو. عندك اكسبريس اللي هي نود جي اس اللي هي جافا سكريبت، وبتاخد معاها مونجو دي بي. تمام، وانا الصراحه ده احسن طريق افضل، اكسبريس نود جي اس مونجو دي بي. ليه؟ لان الطريق ده انت بتتعلم لغه برمجه واحده بتعمل بيها كل حاجه، جافا سكريبت تتعلم بيها الفرونت، تتعلم بيها الباك، تشتغل بيها في نفس الفريم ورك. بس اللي ياخد الطريق ده اللي هو عايز يبقى فول ستاك، لانه هيتعلم لغه برمجه واحده هيعمل بيها الفرونت والاند والفرونت باك، الفرونت اند والباك اند، يعمل بيها كل حاجه لغه برمجه واحده. يعني انت لو عايز تبقى فول ستاك ده احسن طريق ليك اللي هو النود جي اس. تمام، في ناس بتتعلم بي اتش بي ولارافيل وفي شركات بتطلبها، بس ده بقى انت على حسب طلب الشركات في بلدك. يعني لو انت مش عايز تبقى فول ستاك وعايز مثلا تبقى باك اند بس، خلاص شوف ايه اكتر حاجه باك اند مطلوبه في بلدك وتعلمها. عايز تبقى مثلا فرونت اند بس، خلاص شوف ايه اكتر فرونت اند فريم ورك مطلوبه في بلدك وتعلمها. تمام، يعني انت تختار بناء على كده. عايز تبقى فول ستاك يبقى انا ارشح لك الرياكت والنود جي اس والمونجو دي بي. الطريق ده احسن طريق فول ستاك حاليا واشهر طريق فول ستاك، هنتكلم عليه بعد شوية. فأنت بتشوف ايه اللي انت اول حاجة بتشوف انت عايز تبقى فرونت ولا باك. وانا افضل يعني انت تبدأ بالفرونت وتخش في الباك، يعني بعد ما تخلص الفرونت تبدأ تحدد هل هتثبت فرونت بس ولا عايز تخش في الباك والفرونت بقى خليه على جنب. وانت حاليا تشوف بقى ساعتها بلدك عايز ايه. يعني مثلا خلينا في مصر، مصر من الفترة الأخيرة النت فريم ورك كان مطلوب جدا من كام سنة، بس حاليا نام، ما بقاش مطلوب أوي. البي اتش بي واللارافيل مطلوبين جدا لحد دلوقتي، بس حاليا اللي طالع المونجو دي بي والنود، ده دلوقتي اللي مطلوب في مصر بشكل كويس. يعني البي اتش بي واللارافيل والمونجو دي بي والنود. بس بي اتش بي واللارافيل يعني شوية كده برضو هيختفي. النود والمونجو دي بي هو اكتر حاجه دلوقتي، يعني من اكتر حاجات المطلوبه. الديجانجو والبايثون بصراحه ده مش مطلوب خالص، يعني مشوفتش الشركات بتطلبه قوي يعني في مصر. خلينا نكمل. عندنا بقى اللي هي الستاك، هقول لكم
دلوقتي اشهر حاجتين موجودين حاليا كستاك. ستاك يعني انت فول ستاك، يعني هتاخد فرونت اند وباك اند شبه ما اتكلم. اشهر ستاك حاليا هو الميرن ستاك، الام مونجو اي اكسبريس ار رياكت ان نود، ده اشهر ستاك حاليا. في ستاك تانية كتير طبعا، في ناس بقى بتاخد رياكت مع لارافيل وبي اتش بي، في ناس بتاخد انجلر مع نت فريم ورك، يعني في طبعا يعني اللي انت عايزه. انت ممكن تاخد اي فريم ورك مع اي طريق باك اند شبه ما انت شفت عندك وبتشتغل بيهم عادي شبه ما انا وريتك. بس انا بقول لك يعني الحاجات اللي بتشتغل احسن مع بعض او الحاجات اللي بتبقى اسهل في التعامل مع بعض. تمام، عندك برضو في ناس دلوقتي شغالة مين ستاك اللي هو مونجو اكسبريس بس بدل الرياكت انجلر، الطريق ده برضه شغال شوية، شغال يعني كويس. سو أشهر طريق حاليا واللي شغال هو البيرد ستاك. وبس يعني أعتقد كده اللي أنا أكون شرحت، أتمنى إن أنا أكون شرحت كل الطرق بالشكل الصحيح. لو عندي أي غلطة قولولي، ولو محتاجين نتكلم بتفاصيل أكتر عن أي حاجة قولولي. طبعا في مكتبات تانية أكتر، وفي حاجات أكتر بتساعد الفرونت إند، وفي حاجات أكتر بتساعد الباك إند، شبه مثلا الريدوكس، وفي داتابيز الفاير بيز، وفي حاجات تانية أكتر بكتير، في سوكت أي أو، في جراف كيو إل، في حاجات كتير جدا تانية. بس أنت يعني تبدأ، أو يعني حتى لو أنت بادئ تعرف تمشي في أنهي طريق، وتعرف مثلا الدنيا ماشية ازاي، بحيث برضه لو انت لسه فرونت بس لسه مدخلتش باك تعرف برضه. لو انت باك بس لسه في الأول برضه ممكن تبدل لو شفت طرق تانية في بلدك أحسن. وكفرونت إند في حاجات تانية أكتر بكتير تساعد الفرونت إند فريم ورك، بس دي ممكن لو عايزين نتكلم على الحاجات التانية اللي هو الريدوكس والحاجات التانية جرافي كيو ال وكل الحاجات التانية دي، دي كلها برضه حاجات بتساعد وحاجات جديدة وحاجات شغالة وحاجات كويسة جدا ومطلوب. حتى كمان دلوقتي التايب سكريبت، التايب سكريبت بدأت تظهر عن الجافا سكريبت. بس أنا أفضل إنك عادي تبدأ جافا سكريبت وتكمل جافا سكريبت وبعد كده تحول تايب سكريبت، لأن هما الاتنين قريبين، هي هي تقريبا، بس في شوية فروقات، حاجات زيادة، حاجات اتشالت، حاجات جديدة اتحطت بدالها، كأنه أبديت كبير كده للجافا سكريبت. تمام، وبس يعني أشكركم على المشاهدة، وأتمنى أكون وفيت كل المعلومات اللي أقدر أقولها. لو محتاجين أي حاجة أكتر قولولي وأنا هكون موجود. وبس، مع السلامة.